بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزول فلاون أخواتي يسك إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم وصفة بنيون المخبز. هذا البنيون يكون عندك حضري كمية قاطو، أي نوع قاطو عندك، إما بيمو إما بتيبور، رحيه جيدا ومن بعد تديله كمية عشامية حلوة الترك، أي كمية. راكي عارفة بلي البنيون عينك ميزانك، ما فيش كمية محدودة، أي شيء يبقى لك كوكا ولوز أي شيء تقدري تعمليه. ومن بعد تجمعي العجينة تاعك بالعسل حتى تتحصلي على عجينة متماسكة، تسويها فوق بلاستيكة على سمك 1 سنتيمتر أو على سمك 1.5 حسب الرغبة، وتعملي أي مول عندك. أنا عملت هذا الشكل تاع القلوب، ومن بعد تديه حطيته في المجمد في الكونجيلاتور، لأنه ما تقدريش تعملي له الكلاصاج إذا ما كانش بارد، تغطيه وتدخليه المجمد، لازم يتجمد قبل ما تديري له الكلاصاج. ثم رحت نحضر في الكلاصاج اللي عملته بسنين بياض بيض، زدت له ثلث كاس ماء، ملعقة كبيرة تاع لافاني، وزوج مغارف كبار، 2 ملاعق كبيرة تاع الزيت. بديت نخلطهم مع بعض، ومن بعد بديت نزيد لها السكر الناعم السكر غلاس تدريجيا حتى تتحس، والملون ما تنسيش الملون. انا هنا يديت الملون، هذا الملون الفيولي، لانه هذه تاع عقيقه البنوته، ما حبيتش ندير لها وردي، حبيت يعني نغير في اللون. تبداي تزيدي لها السكر الناعم حتى تتحصلي على هذا القوام، لازم تتحصلي على قوام يكون ثقيل كما راكي شايفه هنايا. ومن بعد تغطيه بالفيلم، لازم تغطيه بالفيلم باه على الاقل ربع ساعه، باه ذاك الهواء اللي كاين في الكلاصاج يخرج. تكوني وجدتي البنيون تاعك خرجتيه من المجمد وتبداي تكلاصي فيه، تحضري لي موتيف تاعك الصغار. انا حضرت هادو تاع لي بارابلوي صغار، حطيتهم بلا باتا سكر، ثم ديت هذاك البنيون كلاصيتو، حطيت هذوك لي موتيف فوق كيما راكم شايفين هنايا، وتحطيه باه ينشف. ثم زينته بخطوط بيضاء تاع كلاصاج، درت له ملون ابيض، ومن بعد كي ينشف تعملي له البغيون باه يبان شباب، وتنظفيه من الاسفل كالعاده. نهائيه كالعاده، رانا كملنا والحمد لله مخبز البنيون اللي عملناه على طريقه البنيون. انا درته في هذه السنيوه، هنا راني دايره 5 4 يعني 20 الفوق و20 التحت، 40 حبه داتهم لي هادو السنيوات اللي راهم خرجوا، تمدوهم ديريكت مباشره، دروك نغلفهم. هادو السنيوات ثاني حبيت نهضر عليهم، هادو راهم خرجوا ثاني هذا النوع تاع السنيوات. ها هي تجي هكذا علب، تنجم تقولوها علب تحطوا فيهم وتبلعوها هكذا وتدو فيها يا اما حلويات، كيما هنا في الورقه تاعها راهم كاتبين هنايا الكغاتات، تنجمي تدي فيها البريوش، تنجمي تحطي فيها اي حاجه راكي باغيتها. على كل حال انواع جديده راهي خرجت في السوق، كل خطره ان شاء الله اذا ربي كتب لنا ان شاء الله كل مره نوري لكم حاجه جديده. خواتاتي هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها. ملاحظه مهمه فقط تسمحوا لي ما عطيتها لكمش، لازم كي تخدموا هذا البنيون دخلوه المجمد. انا شخصيا عذبني كي درتو، كي يعني درت له الكلاصاج باسكو كان طري مع درجه الحراره، عذبني تاع بصح. ملاحظه مهمه جدا، سينو صدقوني انا شخصيا من وهاك ما نبداش نديرو في الصيف، لانه تاع بصح قعدت قدام الكونجيلاتور نغلاسيهم ونحط في الكونجيلاتور، لانه لاباط جات فريمون طريه مع السخانه، راكم عارفين انا في شهر اوت. هذه هي اهم نصيحه حبيت نمدها لكم، كالعاده راكي في قناه حاولي دائما، دمتي متالقه والى موعد قريب ان شاء الله.